رمز لشاب سعودي عربي في سجله العديد من التكريمات والألقاب والجوائز خلال مسيرة فاقت 30 عاما. الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وأبرز صناع الإعلام الحديث. عام 1991 أطلق الإبراهيم قناة MBC1 من لندن. MBC is the first privately owned pan-Arab television. وفي العام 2002 قرر الإبراهيم نقل المجموعة من لندن إلى دبي، بأن وجودنا في قلب العالم العربي سيمكننا من خدمة قضايانا الملحة والمحقة بشكل أفضل. تبدأ التوسع مع قنوات جديدة ومنصات متخصصة. أما في الأخبار السياسية والاقتصادية والأخبار العاجلة فأطلق الإبراهيم العربية والحدث، وأتاح فرصا للشباب والشابات لتطوير المهارات الإعلامية والإبداعية من خلال MBC أكاديمي. احنا ما نعترف بالمركز الثاني، احنا فقط مكاننا المركز الأول. واليوم نحن في قلب المملكة النابض في الرياض. الشيخ وليد الإبراهيم هو اليوم المؤتمن على أكبر مجموعة عربية إعلامية. فنعدكم بأنكم ستشاهدون خلال السنوات القادمة بإذن الله أعمالاً عالمية ضخمة استمدت حكاياتها من التاريخ والتراث العربي، مستلهمين شعار سمو ولي العهد وعراب الرؤية: طموحنا عنان السماء. فليتفضل معالي المستشار لتقديم الجائزة التي تمنح للمرة الأولى في جوي أوورد، جائزة صناع الترفيه المسيح. أنا سعيد. هذه جائزة مميزة نقدمها لأول مرة، جوي الماسية، لأنها لشخصية ماسية من بلدي الحبيب. تفضل شيخ وليد. أنا والله تفاجأت أبو ناصر، أنتم الضيوف وحنا أهل البيت اليوم، وجودكم تشريف بدون الجائزة وقبل الجائزة. هذا تاريخ، قبل شوي أشوف البدايات في 91 في لندن في وقت يمكن كان من المستحيل عمل قناة أو أي عمل إعلامي في أي دولة من الدول العربية في ذاك الوقت. صعوبة الطريقة اللي كان الإعلام الحكومي مسيطر فيها على معظم الدول العربية ذاك الوقت. طلعنا من لندن إلى دبي، فتحت لنا دبي أبوابها في وقت بالنسبة لنا فرصة ذهبية وتوسعنا فيها بشكل كبير، لكن إنه في يوم من الأيام نوقف في هالمكان وفي بلدنا اللي انطلقنا منه في البدايات، هذا كان مو شيء بعيد ولكن مستحيل. اليوم فضل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب الرؤية والملهم والممكن، وما أدري وش أقول صراحة، يعني يمكن اللي موجودين هنا كلهم حسوا ولمسوا التغيير اللي صار في سنوات قليلة، يعني حتى لو كان بيصير تغيير كنا نتوقعه خلال 30 40 50 سنة، لكن في أيام نشوف قرارات ونشوف طبعاً
أنا يمكن أقرب لصناعة القرار وأشوف السرعة في اتخاذه انطلاقا من المملكة. التغيير راح نشوفه في جميع الدول العربية إن شاء الله، والتمكين راح يبدأ من هنا وينطلق مثل الشعلة اللي نورها يضيء كل ما حولها إن شاء الله. الرياض اللي تشوفونه الآن في الرياض هو البداية، بداية بسيطة جدا. العمل مهما كان القيادة مكنوا وأعطوا، إذا ما في رجال ينفذون على الأرض مثل الرجال هذا اللي قاعد قدامنا معالي مستشار تركيا للشيخ، ومثله رجال آخرين اليوم موجودين عملوا عمل مستحيل وجبار. إلى أسابيع قريبة نجلس مع بعض الأجانب وكانوا يتكلمون عن مشروع نيوم بسخرية. اليوم مشروع نيوم على الأرض نشوف البناء قائم والمعدات تعمل وتشتغل. الحكي والفلاشات الإعلامية هذه من الماضي، اليوم اللي بتعمله المملكة اليوم هو عمل وفعل على الأرض وأنتم بتشوفوه الحين قدامكم. شكراً أبو ناصر، شكراً، شكراً لكم جميعاً. للأخوان الأجانب، for all of the people who came to join us today, I thank you so much and welcome to my country, the Kingdom of Saudi Arabia.